التوهيل الحق معناه اولا انك تكون متواضعا للحق. رايت الحق في الدراسه الدراسه، رايت الحق في المنبر المنبر، رايت الحق في التاليف التاليف، رايت الحق في الهدايه الهدايه، رايت الحق ان تذهب الى الشارع. اظن سيد محمد رضا القزويني هذا يقولون في كربلاء المقدسه ذات مره سمع بانه قسم من الفسقة في مقهى في ميدان يلعبون القمار، وذاك اليوم أغني ماكو قبل 78 سنة، وهو عالم مرجع إمام جماعة صاحب عشيرة، قال الواجب أن أبلغ هؤلاء، أما نبلغ في صحن العباس وفي صحن الحسين هذا شأن كل إنسان. قالوا له تهتك، قال أهتك في سبيل الإسلام لا بأس به. فذهب إلى المقهى في الميدان ونصحهم ووعظهم وزجرهم وهداهم وارشدهم، يعني تواضع للحق. الشيء الأول في التضحية وهذا شيء مشكل، التواضع للحق والصبر عليه، هاي تضحية. لأن التضحية مو معنى أنك تذهب إلى ميدان القتال فتقتل، هذا تضحية أيضا، لكن من التضحية أنك في ليل كل الناس نائمون تسهر وتطالع، هذا تضحية أيضا. والتضحية أنك ومستواك أرفع تنزل إلى المستوى الأنزل فتهدي وترشد وتنصح، هذا نوع من التضحية أيضا. لأن التضحية ليس معناها أن يقتل الإنسان في سبيل الله فقط، هو نوع. أبو ذر الغفاري ضحى، قسم من الناس يقولون ويستشكلون يقولون إذا كان التكليف أن الإنسان يموت جوعا كما مات جوعا أبو ذر، فلماذا أمير المؤمنين لم يحرك ساقنا وإنما بدرقه إلى المكان الفلاني؟ الجواب أن تضحية أبي ذر أن يقتل، أما تضحية الإمام أمير المؤمنين أن يبقي على نفسه حتى يقوم الإعوجاج في قصة صفين والجمل والنهروان. ففرق بين تضحية علي وتضحية أبي ذر، كلاهما ضحى. فرق بين تضحية الجندي وتضحية القائد، هل يصح للقائد أن نقول له اترك غرفة العمليات وادخل ساحة الميدان؟ فمن يدير غرفة العمليات؟ العمليات الحربية. تضحية القائد أن يجلس في غرفة العمليات يخطط سليما، ينظر سليما، يسهر، يتعب نفسه ويوجه الجيش. وتضحية الجندي أن يذهب إلى ساحة الميدان ويقتل. حتى أن القائد إذا دخل ساحة الميدان هذا غلط منه، وحتى إذا الجندي جاء إلى غرفة العمليات هذا غلط منه، وإنما تضحية كل إنسان بحسب مرتبته وبحسب مقامه وبحسب ما كان.